الكابتن طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم. اليوم أنت أمام اختبار يمكن هو الأصعب في مشوار التصفيات، إيش ممكن تقول؟ صحيح، أول شيء نرحب بالدوري بلس، صح ما هو غلط، في عدة قنوات الحقيقة من كثر الواحد يبي يركز، لأنكم أنتوا تعتبرين شركاء معنا. ما يخفى عليك تعرفوا، بالنسبة لنا وبالنسبة للأستراليين هذه تعتبر مباراة مفصلية. بالنسبة لنا يعني تعتبر خطوة مهمة لبلوغ روسيا، أو خطوة أهم خطوة لبلوغ روسيا، وتعتبر بالنسبة للأستراليين المنطقة يا يصل روسيا يا حيخش في حسابات أخرى. فعشان كده هي مباراة مهمة للطرفين، لأن احنا مقدرين هذا وهم أكيد مقدرين هذا، نحن لازم نحترمهم كثير، ولازم نكون مركزين كثير، ولازم نعد ليوم الخميس نفسيا وبدنيا ومعنويا وطبيا للاعبينا، حتى نؤدي مباراة نعتبرها مباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب السعودي، أو نقطة حساسة جدا يجب أن نتعامل معها بحرص. المباراة لا تخفى عليكم إن فريق أستراليا على الأرض بالجماهير وتحت الجو ورمضان يحتاج لها إعداد خاص، وإن شاء الله نحن على هذا الأساس نعدين اللاعب إعداد خاص. الجهاز الفني بيقوم بعمله لأكمل وجه، الجهاز الطبي بيقوم بعمله أكمل وجه، ونحن كإداريين نحاول نكون مساعدين لتهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب. كل اللي أتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والدعم المنتظر، ودعوة الطيبين أمثالكم وأمثال الجمهور السعودي، إن الله يوفقنا وأن يكون اللاعبين في يومهم، حتى نعود من هنا إن شاء الله فرحين مبسوطين، وإن شاء الله نسأل السعودية كلها. بركان، أنت لاعب كرة قدم سابق، وشاهدت المنتخب الأسترالي عن قرب في مشواره الماضي، وشاهدت المنتخب السعودي، في فروقات واضحة من في الناحية البدنية في الناحية الفنية بين المنتخبين؟ الآن كل فريق له قوة وله ضعف، في نقاط قوة ونقاط ضعف، والمدربين ما شاء الله عليهم بيركزوا بيحدوا تكتيكهم وبيحدوا خططهم على نقاط القوة اللي في الفريق الآخر وعلى نقاط الضعف اللي موجودة، حتى في إذا كان عندك في فريق بتغطيتها بأسلوب تكتيكي معين. ففريق الأسترالي يعني يعتبر فريق ليس ذاك صعب وليس ذاك المستحيل، إنما نحن نتمنى أن نقدم هذه المباراة لأنها بالظروف المحيطة، نتغلب على الظروف المحيطة، وإن شاء الله نحن قادرين على تجاوزه، وإن شاء الله يعني تكون مباراة في يوم اللاعبين الأخضر، إنه يكون في يومهم، وإن شاء الله مباراة إن شاء الله أنا متفائلين خير إنه تجاوزها إن شاء الله. حلو. اليوم لما نقول نواف العابد يغيب بسبب الإيقاف، نايف هزازي مثل ما قال المنتخب أو إدارة المنتخب قبل كذا بأنه عارض صحي بناء على كلام من المدرب، أمور كثيرة، هذه ستؤثر عليكم؟ الفريق يختلف عن اللاعب، نحن نتعامل هنا بالمجموعة، بالتكتيك بالمجموعة، أكيد هم لاعبين كبار ولاعبين نحتاجهم أي فريق، ولكن نحن لازم نتعامل مع الظروف المحيطة، لازم نتعامل يعني لا تكون هي السبب الرئيسي لا قدر الله في حالة الخسارة، لا، نحن عندنا نجوم، نحن منتخب وليس نادي، يعني في البديل إن شاء الله في إذا ما كان في نفس المستوى ويكون مستوى متقارب يعني. حلو، بس بركان ولو قطعت كلامك، لما تتكلم عن فهد المولد تحديدا وعن نواف العابد كانوا لهم دور مباشر في النتائج اللي صارت، إن شاء الله في هذه المباراة تلاقي ناس لهم دور مباشر في النتائج اللي هتحصل يعني. بس كيف تعوض هذول؟ هذولك توفقوا في هذه المباراة، وإن شاء الله نعوض اثنين لعيبة الآن تشوفهم متوفقين في هذه المباراة بدالهم، يعني ما بقلل من إمكانياتهم، ولكن أنا دائما أنظر للمنتخب إنه مجموعة واحدة ونجوم في مستوى واحد، ما عندنا تفرقات حتى في مستوى الأداء، نحن مختارينهم من جميع الأندية فأخذين الأفضل، وأتمنى الأفضل والأجهز. هي في نقطة مهمة لازم تفهم، اللاعب مهما كان كويس إذا مو جاهز ما حيكون كويس،
ونحن نختار الأفضل الأجهز، يعني يكون جاهز إنه أدي هذه المباراة. والمباراة هذه تحتاج اللاعب اللي يكون جاهز بدنياً ومعنوياً ونفسياً وتكتيكياً، واللي اختارناهم إن شاء الله واللي اختارهم المدرب ووضع ثقته فيه، وإن شاء الله كلهم يكونوا جاهزين وإن شاء الله يؤدي الدور المطلوب منهم. حلو. أخيراً، وش سر العلاقة بينك وبين رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت؟ من يوم ما جاء للكرسي الاتحاد وفي كل معسكر أشوفك مشكل معه ثنائي كذا خطير. احنا فريق عمل واحد، ما هو مع الاجهزة، مع جميع الاداريين ومع جميع المدربين ومع جميع الاعلاميين، حتى نحن شيء يعني في مركب واحد كلنا. الاتحاد بالعكس، عادل عزت رجل قيادي ممتاز، رجل صاحب قرار، رجل يحترم جميع المتواجدين. بالعكس يعني دائما الامور بيننا كلها بالتشاور وبالاراء، ودائما اي شيء ناخذه لازم يكون تحت تفكير عميق. وانا بانتظار.